മൗലായ സല്ലി വസല്ലിം ദായിമൻ അബദ അലാ ഹബീബിക ഖൈറിൽ ഖൽഖി കുല്ലിഹിം വഅസ്ബത الوجد وخاطع عبرتي وغنا مثل البحار على خديك والعنام نعم سرى طيف من أهوى فرقني والحب يعترض لذات بالعالم يا لائمي في الهوى عذري ما عذيرة مني إليك ولو أنصفت لن تلومي ملي مولاي صلي وسا للدائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم عدتك حاليا لا سري بمستثيرين عن الهشاة ولا تائي بمنحسمي فحلتني النصح لا كلا انست أسمعه إن المحيب عني الحزال في صممي إني تكنت نصي حسيب في عدلين والشيب أبعد في نصف أني مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فإن أمرتي بسوء ما تعلمت من جهلها بنذير الشيب والهرم ولا أعدت من الفعل الجميل قراء ضيف ألم برأسي غير محتشم لو كنت أعلم أني ما لو كنت أعلم أني ما أوقره كتمت سرا بدا لي منه بالكتم مولي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ملئ بردي جماح من غبايتها كما يرد جماح الخيل باللجم فلا ترم بالمعاصي كسر شهوتها إن طعام يقوي شهوة النهم والنفس كطفلين تكمله شبعا والنفس كطفلين تهمله شبعا حب الرضا وإن تفتمه ينفتمي ملبولا يا صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم.
والليل إن ذاكم عين يا أحبابي يا مولد رسولي لا خير البرية والليل إن ذاكم عين يا أحبابي يا مولد رسولي لا خير البرية مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم فاصرف هواها وحاذر أن توليك إن الهوى ما تولى يسمي أو يسمي وراعيها وهي في الأعمال سائمة وإن هي استحلت المرعى فلا تسمي كم حسنت لذة للمرء قاتلتان من حيث لم يدري أن ثم في الدسمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم واقصد سائس من جوع ومن سبعين فرب مخمصة شر من التخم واستفرغ الدمع من عين قد امتلأت من المحارم والزم حمية الندم وخالف النفس والشيطان وعصهما وإنهما محلاك نسحى فاتهمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير الخلق كلهم ولا تطع منهما خصما ولا حكما فأنت تعرف كيد الخصم والحكم أستغفر الله من قول بلا عمل لقد نسبت به نسلا لذي عقبي أمرتك الخير لا كم ما اتمرت به وما استقمت فما قولي لك استقمي ولا تزودت قبل الموت نافلة ولم أصلي سوى فرض ولم أسمي مولاي صلي وسلم دائما أبدا على حبيبك خير للخلق كلهم ظلمت سنة من أحيا الله لا مائلا أن اشتكت قدما هو الرميم ورميم وشاد من سغابين أحشاء
അത്യുന്നത മതഭൗതിക സാംസ്കാരിക സമുച്ചയമായ ലത്തീഫിയ ഇസ്ലാമിക് കോംപ്ലക്സിന്റെ 35th വാർഷികവും അജ്മീർ ആണ്ടുതോറും ഇന്നു മുതൽ 14 തീയതികളിലായി നടത്തപ്പെടുകയാണ്. വാർഷികത്തോടനുബന്ധിച്ച് നടക്കപ്പെടുന്ന ഐതിഹാസികമായ ദിക്ർ ഹൽക മജ്‌ലിസിന്റെ പ്രൗഢമായ തുടക്കം കുറിക്കുകയാണ് സമസ്ത കേരള ജംഇയ്യത്തുൽ ഉലമയുടെ അതിശേജ്യനായ ഉപാധ്യക്ഷർ താജശ്ശേരി ആ ഷെയ്ഖുന അലിക്കുഞ്ഞ് ഉസ്താദിന്റെ അനുഗ്രഹീതമായ നേതൃത്വത്തിൽ ദിക്ർ ഹൽക മജ്‌ലിസ് ആരംഭിക്കുകയാണ്. പ്രഗത്ഭ പ്രാസംഗികൻ ബഹുമാനപ്പെട്ട കെ പി ഹുസൈൻ സഅദി കേസിറോട് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തുകയാണ്. ഓരോരുത്തരെയും സ്നേഹപുരസരം ക്ഷണിക്കുന്നു, സ്വാഗതം ചെയ്യുന്നു. وشد من سغابين أحشاه وطوى تحت الحجارة كاش حموت رفع الأدم وراودته الجيبة للشم من ذهبين وراودته الجيبة للشم من ذهبين عن نفسه فأراها أيما شمام പടിയ മൗല സുഖദഹു ഫീഹാലറുറതുകു ഇന്നല്ലറുറതല ദുആല അൽഇസ്മി തലഅൽ ബദ്റു അലൈന മിൻ ഫനിയാതിൽ വദാ وجب الشكر علينا ما دعا لي لإذا طلع البدر علينا من ثنيات الوقت